نروح لمنتخب مصر لرياضة كرة الجرس أو كرة الهدف اللي حققوا نجاحات وبطولات ومشاركات دولية ومحلية. عشان كده ولاد من الأبطال فاقدي البصر هيمثلوا مصر في بطولة كأس العالم وبيستعدوا دلوقتي بشكل كبير للبطولة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من رئيس الاتحاد المصري لكرة الجرس وعضو اللجنة البارالمبية أحمد عوين. صباح الخير عليك. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني في البدايه عايزين نعرف مشاهدين عن اخر انجازات منتخب السيدات والرجال من كره الجرس بعد اذنك. تحياتي لحضرتك استاذ هانم وتحياتي لاحمد بيه والاخوه المشاهدين. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضرتك طيب. ان شاء الله ايام مباركه على مصر وعلى العالم العربي كله باذن يعني الله. هو خلاص العيد خلص دخلنا في الجد بقى. هو العيد كان جد برضه. اتفضل يا فندم. الجد برضه. ان احنا ما انقطعناش في العيد شغالين وعندنا بعثه منتخب مصر لكره الهدف المشهوره من زمان يعني بكره الجرس للمكفوفين. البعثه مكونه من فريقين، فريق للرجال وفريق للسيدات، وهم اوريدي موجودين دلوقتي في انقره في تركيا بيلعبوا في بطوله كاس انقره الدولي. يعني كمان ساعة تقريبا ساعة ونص من دلوقتي عندهم أول مباراة بإذن الله رب العالمين للسيدات، وبعدهم بساعة المنتخب الرجال هيلعب برضه مباراته الأولى إن شاء الله. إحنا بنلعب البطولة دي في إطار الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم اللي هتبقى إن شاء الله في البرتغال يوم 5/12 باذن الله رب العالمين، 5 ديسمبر السنه دي، وده بعد تاهل مصر من بطوله افريقيا اللي اقيمت في غانا لبطوله كاس العالم. ده اللي بيحصل حالا دلوقتي. هم خارجين من معسكر في المركز الاولمبي بالمعادي لتركيا على طول، كمان معسكر معاهم منتخب مصر لكرة القدم رجال بيستعد لخوض منافسات بطولة افريقيا في المغرب. نعم. في الشقيق ده هيبقى في شهر 9 ان شاء الله، ومعاهم منتخب مصر لرفع لألعاب القوى ايضا بطولته في المغرب باذن الله في شهر 9 ايضا. طب استاذ احمد انا عندي سؤال، يعني كم بطوله كده تقريبا هيشارك فيها منتخبنا قبل كاس العالم؟ تعال نشوف. وحضرتك طبعا الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين بيمارس جميع العاب المكفوفين، كل اللي بيلعبه الكفيف الاتحاد بيشرف عليه، فاحنا عندنا اكثر من لعبه. خلينا اقول لحضرتك كره الهدف رجال وسيدات اوريدي اتاهلوا لبطوله العالم في البرتغال شهر 12. نعم. هنلعب ان شاء الله البطوله اللي بتلعب دلوقتي حالا اللي هي تركيا، اللي هي في تركيا، وبعدين هيرجعوا منها على المعسكر المغلق ثاني علشان يشاركوا ان شاء الله في شهر 10 في هولندا الولاد والبنات برضو باذن الله، بطوله دوليه اوروبيه بنشارك فيها، كل ده استعداد للبطوله. عندنا بالنسبه لالعاب القوى هيلعبوا في المغرب ان شاء الله في شهر 9، وده دي بطوله رسميه مش تجريبيه، بطوله رسميه بيجمع منها نقاط وبتخش في الرانكينج، وكل دي مؤهله لباريس 2024 ان شاء الله. ان شاء الله. الفوتبول ايضا التأهل من بطولة افريقيا اللي هي في شهر 9، ولو ما كانش الاول بياخد، يعني الاول بيؤهل لباريس مباشرة، الثاني بيبقى عنده بطولة ثانية، فرصة ثانية اللي هي بطولة الألعاب العالمية اللي هتبقى في انجلترا ان شاء الله في شهر اغسطس باذن الله 23، برضه بيؤهل منها باذن الله رب العالمين ان شاء الله. فرصنا كويسه جدا بالنسبه للقدم والهدف اوريدي اتاهل. يعني كمان عندنا منتخب مصر لرفع الاثقال مكفوفين، دول معسكرين علشان يشاركوا. يعني احنا كده بنتكلم عن كم لعبه غير كره الجرس يا فندم؟
العاب القوى والقدم والباور ليفتنج والجودو، اربع لعبات. اوكي طيب انا حابه حضرتك تكلمنا عن لاعبي المنتخب سواء سيدات او رجال، عايزين نعرف الجمهور اكتر بيهم، يعني في الحقيقه هم ابطال وان شاء الله في البطولات الجايه يشرفوا مصر ويكسبوا، عايزين نعرف الجمهور اكتر بيهم عشان نشجعهم والجمهور يشجعهم في الفتره الجايه. تمام، بشكر حضرتك جدا على الحكايه دي، لان الـ الابطال دول ابطال عالم، يعني هم حاطين ارقام سواء في اللعبه الجماعيه او اللعبه الفرديه. الجمعيه ما شاء الله ماشيين كويس قوي، الفرديه محققين ارقام، يعني مثلا لما اقول في رفع الاثقال كابتن مصطفى هلهول ده بطل عالم، كابتن ايه حماده دي بطل عالم، ومحققين ارقام باسمائهم، يعني كسرين ارقام، بل مصطفى هلهول وايه كسروا ارقامهم هم، يعني حققوا ارقام عالميه وكسروها بسم الله ما شاء الله. عندنا في الجودو مثلا ابطالنا او بطلتنا الاساسيه مروه حسان، دي لسه راجعه من بطوله العالم في كازاخستان ومحققه الخامس، ونقدر نقول حطت يعني احدى قدميها في باريس. عندنا كابتن صلاح، صلاح برضو حقق السابع وقرب جدا من في لعبه ايه يا فندم؟ جودو جودو. أوكي. جودو. بالنسبه للجول بول بناتنا مثلا حسناء الجبري وشيماء، وبالنسبه دول من اهم دول كباتن الفرقه. ايضا في الرجال في الجول بول اللي كره الهدف يعني عندنا سيد حسان وكابتن كيلاني كابتن عمر، لا يعني كلهم اسماء معلمه كويس قوي في المجال وليهم يد طوله في الامر ده. وخليني بس ده واجب عليا ولازم اقوله الشكر الحقيقي للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، لانه بجد بجد يعني في ظهرنا لابعد مدى. انا بقول لحضرتك ان احنا معسكرين في المركز الاولمبي، الاستاذ عاطف حموده مدير المركز، الاخوه كلهم هناك في وزاره الرياضه او التنفيذيين في المركز الاولمبي مش مقصرين معانا في شيء، وده يعني الدور المهم جدا اللي بتقوم بيه الدور الداعم يعني اكيد على الدوله. مشكورين جدا 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 ممثله في وزاره الرياضه، فانا بشكر كل دول اللي دول بيساعدونا في ان احنا فعلا نبقى على التراك، يعني ناخد وضعنا الطبيعي ونقدر نتقدم بالصوره دي. طيب استاذ احمد، لو في رياضيين حابين اللي هم يعني ينضموا لممارسه الرياضيات او الرياضات الخمس، نعم، ايه هي الشروط المتبعه او الخطوات اللي هم لازم يتبعوها علشان يكونوا يعني رياضيين في هذه الرياضيات؟ هو ببساطه شديده جدا، احنا صفحه الاتحاد، صفحه الاتحاد على الفيسبوك، نعم، الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين بالعربي وبالانجليزي، الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، نعم، ايجيبشن بلايند سبورتس اسوسيشن، يعني عايز يكتبها بالعربي هتطلع له، يكتبها بالانجليزي هتطلع له، يعني حد من ذويهم يقدر اللي هو يقدم من خلالها يعني، وفي متابعه لهذه الصفحه يعني. طبعا متابعه لحظيه. وعندنا بعض الانديه يقدر يتواصل معاها، ويعني بنسهل الامر ان الاتحاد بيقوم بالمساله دي يعني تعاونا مع اولادنا. احنا بنعمل كل فتره كمان تجارب، احنا لسه عاملين يوم 5/7 قبل العيد مباشره عاملين تجارب حضر فيها عدد كبير جدا من الاولاد اللي هم ما لعبوش معانا قبل كده لكن شايفين في نفسهم ان هم يقدروا يأدوا، وكانت الاجهزه الفنيه كلها موجوده وبصت على الاولاد واختاروا فعلا منهم بعض الاولاد اللي هتمارس الجودو وبعضهم اللي هيمارس الباور ليفتنج والبعض، يعني كل جهاز اختار الولاد اللي يناسبوه وحسب رغبه اللاعب جاي عايز يلعب ايه، واحنا بنوفر لهم في بعض الالعاب. احنا كمان عندنا ما اتكلمناش عنها السباحه،
لكن احنا لسه ما حققناش الارقام يعني اللي نقدر نقول. انا اتكلمت عن الالعاب الثانيه اللي هي اوريدي حققت، وان شاء الله باذن الله نلاقيها في باريس. يعني ان شاء الله كل ده يعني ناخد وعد كده من حضرتك ان كل ده خطوه من 1000 خطوه انتم مقدمين عليها يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وبدعم حضراتكم، لانه وقوف الاعلام ده شيء مهم جدا. طبعا ده شيء مهم جدا جدا. انا يعني واحنا معاكم ان شاء الله في الخطوات الجايه، واكيد بنشجعهم يعني، بنشجع كابتن مصطفى هلول وكابتن ايه حماده وكابتن مروه وكابتن صلاح وكلهم، واحنا وراكم ومستنيينكم ان شاء الله، وهندعمكم بشكل كبير، وان شاء الله لما تكسبوا تنورونا في الاستوديو باذن الله. يسعدنا ويشرفنا ان شاء الله. كل شكر ليك الاستاذ احمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لكره الجرس وعضو اللجنه البارالمبيه. يعني ان شاء الله كل التوفيق ليهم، ويرجعوا مشرفين رافعين علم مصر باذن الله في كبرى المحافل الدوليه والبطولات.